السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله ومصطفى. أما بعد، فمثل اليوم من أمثال السيد المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، مثل ضربه للمنافق، نعوذ بالله من حال النفاق والمنافقين، ضربه للمنافق حتى يتجنب الناس سلوك المنافقين ويبتعد المؤمنون المخلصون عن النفاق بشتى صوره وأشكاله وألوانه، سواء ما كان منه نفاقا عظيما يخرج الإنسان من الملة ويجعله في الدرك الأسفل من النار، أو كان نفاقا عمليا له صلة بالرياء والسمعة وطيب الأحدوث. قال النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم: مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين الغنمين أو الرعيتين، إن جاءت إلى هذه الغنم نطحتها، وإن جاءت إلى هذه الغنم نطحتها. ألا ما أبدع، ألا ما أروع من مثل يضربه نبينا سيد الفصحاء وإمام الأبيناء محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. لكن قبل الكلام في كلمات الحديث، علينا أن نعلم أن الإنسان إما مؤمن وإما كافر وإما منافق. وقد جاء مطلع سورة البقرة متحدثا عن المؤمنين في عدد من الآيات، ومتحدثا عن الكافرين في ثلاث آيات، وتحدث عن المنافقين بثلاث عشرة آية. ولهذا دلالة أن أمر النفاق والعياذ بالله أمر خطير وأمر عظيم، يفت في عضد الأمة ويوقع الأمة في مزالق عظيمة، لأن شأن المنافق أنه مندس في الصفوف، يحسب في الظاهر ويظن أنه مسلم وهو يكيد للإسلام والمسلمين، فيظهر الإسلام بالنطق بالشهادتين وممارسة بعض الأركان الظاهرة، ولكنه يضمر للمسلمين العداء، فخطره عظيم كبير أشد من خطر الكافرين وأعداء الإسلام الظاهرين. فيمثل لنا نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة أن المنافق مثله إذ يعيش بين المعسكرين كمثل شاة عائرة، والشاة العائرة هي الضائعة من قطيعها. فالشاة العائرة لا تعرف القطيع الذي خرجت منه، فهي تتردد بين قطيعين ليس من رعيتها أو من زميلاتها، فهي تأتي إلى هذا القطيع تظن أنه قطيعها، وإذا به ليس قطيعها، فما تجد من أغنامه وكباشه إلا النطح والنبل. وكذلك الحال، تأتي إلى القطيع الآخر فتجد منه مثل ما وجدت من القطيع الأول. الإنسان الذي يتنكر لدينه ولقومه ولبني جلدته ولبني وطنه ولبني عقيدته، هذا لا يفعل ما يفعله إلا ركضا وراء المطامح والسراب الخادع من الأماني والطموحات الدنيوية الهابطة. وهذا نراه في الشبيحة، ونراه في الذين تنكروا لأمتهم ولدينهم فمشوا في ركاب الظالمين والمجرمين
هؤلاء ربما يضحك لهم المجرمون الذين يوظفونهم ويبيعونهم ويشترونهم، لكن يعرف المجرمون والظالمون أن هؤلاء الذين تنكروا لدينهم لا يمكن أن يعتمد عليهم، وبالتالي أول ما تصب النقمة عليهم إذا استنفذت أغراضهم وأدوا الدور الذي قاموا به فيركلونهم بأحذيتهم ولا حب ولا كرامة. فإذا كان النفاق الذي هو كفر مخرج من الملة بإضمار الكفر وإظهار الإسلام، هذا لا ينفع صاحبه بشيء، فهؤلاء إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أجل، ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أيها الإخوة المؤمنون، النفاق له علاقة بحشرة تسمى النافقاء. تلك الحشرة تحفر سردابا في الأرض ثم تخرج من جهة أخرى، فتخرج إلى هؤلاء القوم من هذا الباب وتخرج إلى أولئك القوم من ذلك الباب، وهذا ما يفعله كثير من الناس، يلبس مسوح الدين والتقى ويظهر غيرته على الأمة وأنه يريد مصلحة الأمة وهو كذاب أشر، يريد موالاة الكافرين والظالمين، وليس له مجال في صفوف الأتقياء النظيفين الأطهار الأبرار، فهو يظهر يدعي أنه يريد مصلحة الأمة وهو أعدى أعداء الأمة، وهؤلاء معروفون يتهافتون ويتساقطون كتساقط الفراش وتهافتهم على النار التي تحرقهم في الدنيا وفي الآخرة. فلا هؤلاء يقبلونهم لأنهم أعداء لهم، ولا أولئك يقبلونهم الذين وظفوهم وجندوهم لأنهم يعلمون أن من يبيع ضميره، من يبيع دينه، من يبيع أمته مقابل عرض من الدنيا قليل، يمكن إذا عرض عليه مبلغ أكبر فإنه ربما ينحاز إلى فريق ثالث ورابع وخامس وسادس. لذلك مثله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو شأن المذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ولو أنهم جندوا أنفسهم لحظة من الزمن أو فترة من الزمن مقابل لعاعة من لعاعات الحياة الدنيا، فإذا استنفذوا أغراضهم ركلوهم بأحذيتهم وألقوا بهم في مهاوي الردى. لذلك على المسلم الذي يعلم مثل المنافق أن يبتعد بعد الدهر وبعد الزمان وبعد المكان عن سلوك طريق المنافقين، فالمنافقون في الدرك الأسفل من النار، وعدو عاقل خير من صديق جاهل، وكافر ظاهر الكفر والعداوة ربما يحترم مقابل هذا الذي يظهر المسلمين أنه مسلم ثم يفت في عضدهم ويكيلهم الدسائس ويدبر لهم المكائد وهو يدعي أنه مسلم. إذا خفي أمرك عن العباد فرب العباد يعلم ما تفعله ويعلم ما تحيكه وما تدبره. لذلك حذاري يا أيها الإخوة المؤمنون، حذاري يا أيها المخلصون، حذاري يا أيها المرابطون، حذاري يا أيها الواقفون على حدود الله، أيها القائمون وحال الواحد منهم كأنه يعض على الجمر أو كأنه يخرط بأيديه القتاد والشوك، حذاري أن تقبلوا بالمنافقين في صفوفكم وأن تكلوا أموركم
إلى من يبيعون ويشترون الدين والإسلام والأمة والملة مقابل دريهمات بسيطة لا تسمن ولا تغني من جوع. سيعلم الظالمون لمن عقب الدار، وسيعلم الظالمون أي منقلب ينقلبون، وسيعلم المؤمنون الصابرون أن الحق والخير والنصر والثبات والتمكين سيكون لهم بإذن الله، ويبتعدوا كل البعد عن النفاق والمنافقين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى الإخلاص الكامل والعمل الصالح والبعد عن النفاق وأهله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله تعالى وسلم على عبده ورسوله محمد سيد الأتقياء، والحمد لله. I'm